صباح الخير عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد دائما الجديد عبر قناة عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في مدينة بنينصر. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجولة خفيفة ان شاء الله في مدينة بنينصر، ونديروا الطريق الدائري من مدينة الناظور الى مدينة بنينصر ان شاء الله، ونشوفوا الاجواء ديال السوق هنايا في بنينصر، وكذلك ندير واحد الدويره في مدينه ترقه ان شاء الله، وكذلك نشوفوا الطريق الدائري اللي خدموها مخير من الناظور حتى لبنينصر. بالنسبه للطريق راه عريضه وتدي وتجيب، والمزيد من الحذر في الطريق، الانسان يتمشى بشويه وغادي يوصل ان شاء الله. واحد التحيه كبيره للناس الجاليه اللي جا على سلامته، واللي مازال ما جا الله يجيبه على خير. ما تنساوش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري، ودائما الصلاه على رسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا معنا.
you.